الفجر بعد الأذان، يعني صلاة السنة سنة الفجر ثم الاضطجاع بعدها، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بالإمام أم بعامة المسلمين؟ الذي يظهر أنها سنة في حق من يحتاج إليها، سنة في حق من يحتاج إليها، يعني مثل إنسان تعبان فيحب أن يستريح بالاضطجاع من أجل أن يقرأ على صلاة الفجر، وأما من لا حاجة له إليها فلا. وكذلك من يخشى أنه إذا اضطجع نام ولا قام إلا بعد طلوع الشمس، هذا لا يضطجع. لعلنا نجمع، وهذا ما دون أنكحة بدون راتب، أحيانا يأتي لي بعض الناس لأعقد لهم وهم خارج المدينة 20 كيلومتر أو 15 كيلومترا، ثم يدفعون لي مبلغ من المال بدون طلب مني، فنقول لا بأس إذا كان بدون طلب منك فلا حرج عليك أن تأخذ ما يعطونك، إلا إذا كنت موظفا فلا تأخذ شيء في المدينة وخارج المدينة كل واحد. نعم، بعده.